أهلا وسهلا فيكم مشاهدي الكرام في برنامجكم أجندة ثقافية. طبعا عودنا المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب على تقديم كل ما هو جديد لمحبي الفن من خلال إقامة العديد من المعارض، ومنها معرض الفنان إبراهيم إسماعيل واللي طبعا يقام بقاعة الفنون بضاحية عبد الله السالم. خلكم معنا وخلنا ناخذ هذه الجولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. احنا الليلة متواجدين في قاعة فنون ضاحية عبد الله السالم لافتتاح معرض لقامة كبيرة وهو الفنان التشكيلي إبراهيم إسماعيل
في معرض 18، ومعروف حقيقة عن الفنان إبراهيم أن لوحاته دائما تعبر عن التراث والبيئة الكويتية. يعني تقريبا يوجد تتجاوز اللوحات 40 لوحة كل جميعهم معبرة، لا من بالنسبة للمواقع الكويتية القديمة أو من ناحية الفلكلور الشعبي، يجسد أزياء المرأة كذلك العرضة متواجدة حقيقة في لوحات فنان، كذلك أدوات الغوص والغواصين. ونتمنى طبعا الفنان إبراهيم إسماعيل التوفيق والنجاح. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الفنان التشكيلي إبراهيم إسماعيل، وهذا معرضي رقم 18 في صالة الفنون بالضاحية، والمعرض فيه 44 لوحة زيتية وأربع تماثيل من الحطب الساي وحطب الشرة المطاط اللي عبارة عن السعلو، ارتفاع 1.20 متر وعرضه 40 سنتي، وفي لوحات صغيرة كوي على الخشب حجمها صغير. والمعرض مفتوح يوميا لمدة 10 أيام، فترة صباحية من 9 إلى 1 وفترة مسائية من 5 للساعة 9. وأنا أتبع في رسمي هنا بالألوان الزيتية، واعتمد أسلوبي على 3 عناصر رئيسية: الموضوع والخط واللون. بالنسبة للموضوع كل مواضيعي ولله الحمد مواضيع شعبية تراثية، لكن هدفي تغطية جميع العادات والتقاليد والمعمار والبر والبحر القديم. وبالنسبة للألوان طبعا أستعمل جميع أنواع الألوان، الألوان أكثرها طبعا ألوان البيئة. أما بالنسبة للخطوط فهذا أسلوب التجريد المبسط، يعتمد على الخطوط شيء رئيسي منها: خط المنكسر والخط المستقيم والخط المنحني والخط المتدرج والخط المموج والخط المنقط، يعني جميع أنواع الخطوط أستعملها في اللوحة حسب اللوحة وحسب الموضوع. والخطوط هذه تعطيني موشن اللي هي الحركة، مثلا لو ضربنا مثال على مثلا لوحة السوق نشوف الحركة تبين الناس قاعد يمشون، لوحة العرضة مبين ان الناس فعلا اللي يعرضون العرضة قاعد يحركون السيوف، عرفت شلون حركة السيوف تبين. وكل شيء في المعرض طبعا اللوحات كبيرة، في منها 3 أمتار في متر، وفي منها 2 متر في متر، وفي منها 90 في 60، وفي منها 1.5 متر في 1.5 متر، جميع القياسات ولله الحمد. وأتمنى من الجمهور لما يكتب انطباعه ويكتب يسمونه تليفونه أو فاكسه، عشان نطرشته بالمستقبل فاكسات. وأشكر تلفزيون الكويت على هذه المقابلة الزينة. مشاهدينا، شفنا مع بعض الإبداع اللي تميز فيه الفنان التشكيلي إبراهيم إسماعيل من خلال إيصال صور الحياة الكويتية القديمة. وبكذي وصلنا معكم إلى ختام برنامج أجندة ثقافية، نلقاكم في فعالية جديدة. حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله.